موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة يقول إن الاستمرار بأعمال اللجنة غير ممكن إذا لم تبدأ بممارسة اختصاصاتها وإحراز نتائج ملموسة خلال فترة قصيرة. منسقو استجابة سوريا يوثقون 35 حريقا ضمن المخيمات والمنازل السكنية في الشمال السوري منذ مطلع الشهر الجاري، ما تسبب بوفاة طفلين وإصابة 8 أشخاص. هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تقيم حفل تسليم 154 منزل طوب لأسر سورية نازحة في مدينة إعزاز شمالية حلب. الدفاع المدني يقول إن فرقه نقلت جثامين 3 أشخاص من مشافي فيروس كورونا في الشمال السوري، فيما سجلت فرق الترصد 21 إصابة جديدة بالفيروس في تلك المنطقة. وزارة الهجرة العراقية ترفض إعادة اللاجئين العراقيين من مخيم الهول في شمال شرقي سوريا بسبب خطورتهم، بحسب وكيل الهجرة العراقية كريم النوري. وفاة الإعلامي السوري موفق الخاني الذي اشتهر ببرنامجه العلمي من الألف إلى الياء عن عمر ناهز 99 عاما في مدينة دمشق.